يا الله، يعني قديش طالع حلو بهالشعرات اليوم؟ تمام خلصنا، صار وقت سكر المطعم. يلا يلا طب اغراضك وامشي. يلا تصبح على خير مروان، بنشوفك بعدين. طب اغراضك. بس لحظة، ما فيكي تسكري من هلأ خالي محاسن، بتطول لتسكر المطعم. تمام، كل واحد عنده طريقته الخاصة، وأنا هيك طريقتي فضل إني سكر على بكير. يلا عم قلك يلا سكرت. يلا الله معك. ايه يلا خليني ساعدك ومنسكر مع بعض. لا ما بدي، يعني منشان ما عزبك معي على الفاضي. ما تعب حالك، أنا بحل أموري لحالي. هلا بضبضب بدقيقتين وبمشي. وليش بدي أعذب حالي إسراء؟ كم مرة سكرنا المطعم مع بعض؟ يلا. كتير بتتذكر؟ بتذكر. يلا. يا الله ليش عم نحط بهالموقف؟ ليش عم نحط بهالموقف؟ طيب ماشي. يلا. يلا. هات يعني. لا أنا باخدهن مثلك. خلص خدهن أنت، مشكلة خدهن. يا الله شبك مروان، شبك. بدي أخذ الكراسي. ورجيني ورجيني لشوف. إصبعتي وجعتني كتير. معقولة تعملي؟ ضربت بالكرسي وقت اللي كنت عم بحطه. انت منيحة؟ ها؟ فيكي شي؟ ايه منيحة، اتركني، ما فيني شي بنوب. يلا احمل معي، احملها معي بدنا نحطها هنيك. يلا احملي. يلا مالي عارفانة نحن عم نرقص ولا عم نضب المطعم؟ ما كان في داعي تعذب حالك بعد. امرئي على مهلك، على مهلك. تمام امسكي، ما توقعي. ما بدي خلص حاجة. تمام. ممكن تعطيني المفتاح؟ شكرا كتير مروان، تصبح على خير، بشوفك. عم تخافي مني؟ أنا عم خاف منك؟ لا طبعا، ليش بدي خاف؟ ليش في شي بخوف؟ ما في شي بخوف ابدا. كان عندي شكوك بس هلا اتاكدت. خايفه تتقربي مني مزبوط؟ لا بنوب ما في هيك شي. وانا بعرفك اسراء، كل ما حدا بيلقطك بتقولي لا بنوب ما في هيك شي. لا بنوب لا. خايفه يا اسراء، وبتعرفي من شو؟ خايفه تحسي بشي تجاهي مزبوط. لا تتوهم كتير مروان، ما في هيك شي. وأنا عم واجهك تماماً مثل ما أنت عم تواجهيني. يوم اللي إجيتي على الشغل أثبتت لك إنه مو فارقة معي وماني خايف منك وشغلتك عنا. وهلأ أجا دورك. بكرة إذا ما بترجعي على الشغل رح كون متأكد إنك عم تتأثري فيني، ولهيك عم تحاولي تبعدي عني. الخيار لك، يا أما بتضلك عم تتهربي مني يا أما تعي واثبتي عكس كلامي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.